اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواج أهل البيت الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لخينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر هم الغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا وإن ذكرتم أنتم قوم مسرفون وجاء من
ذهب صوب دينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مقدرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبقون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيب من يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من منقدنا هذا ما قرد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم
يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعمون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون إذ هو اليوم بما كنتم تعبدون. اليوم نقم على أرواحهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يحسبون. ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نفسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه شعرا ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقدرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا الشهادة والرحمن
الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السماوات طباقا ما نرى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو خسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعذبنا ذنابهم على السرير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم أن في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاسفا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أعلمنا بدل الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل يرجو في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله
سيئات وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون ولا رأيتم من أهل بني الله وأما يأور في منا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين إن رحمة الله خير من المحسنين الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم ما لا
إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، فأنت حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، فاعلم أفضله الذكر حق. لا إله إلا الله حي موجود. لا مقصود. لا إله إلا الله حي الذي لا ينام ولا يموت. لا إله
Oh.
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق علي نحيا وعليا نموت وعليا وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين برحمة الله وأكرمين. لكم
Yeah.
يا قاسد يا ودود الله جليل الله جل الله جليل الله جل الله الله جليل الله جل الله جليل الله جل الله الله جليل الله جل الله جليل الله جل الله يا مهيمن يا الله ليس لهادي إلا هو الله أنت لهادي أنت لحق الله ليس لهادي إلا هو الله أنت لهادي الله ليس لهادي إلا توبة يا إلهي توبة يا الله توبة يا إلهي توبة يا إلا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدنا يا الله عليك يا سيدنا يا رسول الله الله العلي العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أنزل الرحمة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ارفع أعلاهم الدرجات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى، وأثني بخمد موارد سائغة هنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكن في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنخ الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطائرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباء ومن والاه، وأستجدي هداية لسلوك السبل الوادقه الجنية وخفضا من الغواية في خطط الخطأ وخطاء، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا خسانا أبقاريا ناذما من النسب الشريف إقدا تخلى المسامئ بقنا، وأستئين بقول الله وَمَا لَمْ يَزِلْنَا
ينتمي عنه سعدا وابن أمه ليلة مولدي آسية ومريم في نسوة من الغديرة القدسية صلى الله عليه وسلم نوريا لأنه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Oh.
Salud a
مستجيب دعوتي. اللهم اغفر ذنوبي جميعا بجميع الصالحات. اللهم اغفر ذنوبي يا إلهي يا غفور. ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. اللهم اغفر ذنوبي يا غفور. والصلاة الله على أحمد التتهري الستور. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله. We say all praises due to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is our cherisher, Allah is our nourisher, and Allah subhanahu wa ta'ala is the sustainer of all the worlds. We say peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his friends, and all those who follow him. And alhamdulillah, we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for so many ni'mas that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon us, especially the ni'mah of iman. The ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala that has brought us together tonight in this beautiful place to remember Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us, and may Allah grant us to grow in strength within in iman. May Allah subhanahu wa ta'ala increase us with the barakah of the dhikrullah in iman, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala remind us beautiful in Surah Taha, where Allah subhanahu wa ta'ala say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala say, whoever so stay away, whoever turn his back to the my message, to my dhikr, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. The day of Yawm al-Qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala will make his life, it won't be an easy life. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that we must always remember Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala say that the day of Yawm al-Qiyamah, that وَنَخْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. The day of Yawm al-Qiyamah, that Allah subhanahu wa ta'ala, those who turn their backs towards the message of Allah, Allah will raise them blind the day of Yawm al-Qiyamah. Wa na'udhu billah. May Allah grant us to see Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Yawm al-Qiyamah. That person that Allah will raise blind, Allah, he will say to Allah, Ya Allah, lima khashartani a'ma. Why do you raise me today
blind when I could see in this dunya. Then Allah subhanahu wa ta'ala will respond to him and say, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْ أَتَخْ وَكَذَلِكَ that you turned eye, you turned a blind eye to my message. So today, you are blind. وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَى and today, I will ignore you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us again that Allah subhanahu wa ta'ala must raise us, that we must see Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Yawm al-Qiyamah. In the zikrullah, the Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was makhsum, he did not have a sin, but even he said, he summa and he said, Wallahi inni la astaghfirullaha, inni la astaghfirullaha wa atubu wa yatubu ilayhi, that I make zikr to Allah subhanahu wa ta'ala. I ask forgiveness for Allah subhanahu wa ta'ala akthar min sab'i sinin, more than 17 times for one day. Subhanallah. That was the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that oh, we will always make that zikr, inshallah. Amin ya rabbal alamin. We're going to ask our Sheikh Ali to make a dua, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant all those who have passed on, especially our parents. Allah subhanahu wa ta'ala must be merciful upon them. Allah must forgive them. Allah must grant them nur in their qabr. And Allah subhanahu wa ta'ala must grant them a high place in Jannah. Jannah to Firdaus, inshallah. Amin ya Rabbal Alameen. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu wa-salamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناذرين متمتعين ردنا اللهم إليك مرضا جميلا ردنا اللهم إليك مرضا جميلا ردنا اللهم إليك مرضا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد قيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل لو والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين ثم إلى أرواح من جاء ومن اجتمعنا هنا بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهة من أنت أعلم بهم وبأسمائهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في الجنة وتجاوز عن سيئاتهم واغفر مع النبيين وصديقين وشهداء وصالحين وخسن أولئك رفيقا يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على نور
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افتخ لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير والعافية انك على كل شيء قدير الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون بفضلك دعواهم فيها